تحدثتم في تصريحات سابقة عن اقتحام قطاع التأمين الطبي والتأمين المتناهي السبب. هل ده ترجم لخطة عملية؟ يعني هو التأمين الطبي طبعا تأمين هام جدا. التأمين الطبي ده صحة الإنسان المصري بتبقى لها أهمية وتعتبر من يعني من العناصر اللي ذات الأهمية الكبيرة. وإدارة الأخطار الخاصة بالتأمين الطبي تحتاج إدارة يعني متميزة، لأن أنت عندك خطر أخطار متعددة داخل التأمين الطبي، سواء بالنسبة للأدوية، سواء بالنسبة للمستشفيات والعلاج، سواء بالنسبة للتي بي إيه اللي هم بيقدموا الخدمات، سواء بالنسبة للكليمز اللي هي التعويضات اللي بندفعها. يعني التأمين الطبي من لحظة ما توقع الوثيقة مع أي شركة من الشركات ممكن واحد من العاملين في الشركة دي يخش المستشفى. صحيح. فأنت من دي وان بتدفع فلوس التأمين الطبي بالذات. وبعدين التأمين الطبي كل ما أنت قدرت تأدي التأمين الطبي بجودة متميزة وبتكلفة وبتكلفة مناسبة كل ما كان أفضل لنا. احنا في سبيل تطوير اوعاد هيكله التامين الطبي احنا في لقاءات بتتم مع شركه من الشركات العالميه، مش عايز طبعا اعلن عن اسمها دلوقتي، لكن شركه من الشركات بنعمل معها حوار مستمر في عمليه برمجه التامين الطبي على مستوى السوق المحلي بشكل متميز. الطريقه ديت ان الشركه اللي احنا بنتكلم معاها دي شركه لها سمعه ورياده عالميه في مجال التامين الطبي، ولها تجارب في بعض دول الخليج، تجارب ناجحه جدا جدا في بعض دول الخليج، وهي راغبة في ان تتعاون معانا الحمد لله. وبالتالي بنعمل معاها تصور معين ازاي نحن نخترق السوق المصري بفكر وفلسفة جديدة كباكج يعني بالنسبة للمنتجات التأمينية بتاع التأمين الطبي، كأسلوب نحاكي به الأفراد في التأمين الطبي، كخدمة تأمينية يشعر بها المواطن ان هي سلسة ومناسبة وسهلة. بعد ساعات في ناس في مصر برضو لغاية دلوقتي بيبقى صعب عليهم يتعاملوا مثلا بالإنترنت والكمبيوتر والحاجة كده، وهو عايز التأمين الطبي أول ما يعي لا قدر الله مثلا يجي له الدكتور أو يروح للدكتور في حتة معينة. لكن في وسائل حديثة دلوقتي احنا عايزين ندخلها، وعايزين حتى الكلاينتس بتوعنا والعملاء بتوعنا يتعودوا عليها، ان في حاجات ممكن تتم عن طريق الكمبيوتر، عن طريق الموبايل بتاعه، ممكن يخش على الموبايل بتاعه زي ما ده المحاولات اللي احنا بنصمم نعملها، بحيث يقدر يعمل المواصفات بتاعة الوثيقة بتاعته، ممكن يخطر ان في حالة حرجة بشكل معين دلوقتي وعايز حد يروح له في حاجات معينة، ممكن ان احنا بنعمل فيها خدمه للتامين الطبي على مستوى متميز ان شاء الله. الانتر بانك دلوقتي يعني زي البنوك بتعمل بعض الخدمات كده، احنا برضو طبعا انت عارف حضرتك في حاجه اسمها الديجيتال استراتيجي. الديجيتال استراتيجي انت عن طريق الموبايل ممكن تعمل حبه حاجات. عندنا شركه مصر تامين، شركه مصر تامين الحياه هي داخله في عمق الحاجات ديت، بس طبعا الحاجات دي عايزه عشان نطبقها بشكل سليم عايزه بلاتفورم معين، او عايزه قاعده حاسب الي محدده، وعايزه سوفت وير معين، عايزه سيستم معين يبتدي يتداوله داخل الشركه بالاتصال مع الشركات والعملاء الاخرين. فدي طبعا بنكونها مع فريق من الاي تي، وبنكونها برضو مع الشركه الاجنبيه اللي احنا بنسعى في ان احنا نوصل لتحالف او لتعاون كبير جدا معاها في السوق المصري، ودي هتبقى نقله كويسه جدا جدا في التامين الطبي. التامين الطبي من الشركات او من انواع التامين اللي خسائرها كتيره، زي السيارات. يعني حضرتك هتلاقي السيارات التكميلي بنخسر فيها، التأمين الطبي بنخسر فيه. بنخسر فيه مش نتيجة ان مثلا ان هو طبيعته بيخسر، لا هو طبيعته طبعا بيبقى ليه تكلفة، بس احنا بودينا ان احنا نصل لنقطة، نقطة التعادل، نصل لنقطة فيها نوع من الرضا بالنسبة للعميل وفيها نوع من الرضا بالنسبة للشركة بتاعتنا. سرعة الرد، التعامل، كل ما بخفض الخطوات او بقللها او بيسر الاساليب في ان انا اصل للعميل واديله الخدمه دي باسرع، كل ما التكلفه قلت عندي. صحيح. فمن مصلحتي ان التكلفه تقل من خلال ادخل التكنولوجيا دي، فدي هيساعدنا ان شاء الله ان احنا نوصل نتائج ايجابيه للتامين الطبي وخدمه افضل داخل السوق المصري. ان يكون في القرى او في المناطق اللي هي فقيره او المناطق مثلا المتوسط الدخل فيها منخفض شويه، دول ممكن يدوهم نوع معين من المايكرو فاينانس، يبقى في تمويل مثلا عايز يعمل مشروع صغير، تربيه ماشية مثلا، انتاج وحدة انتاج البان او وحدة انتاج مثلا جبن وحاجة كده، بيبقى محتاج 50,000، محتاج 100,000، محتاج 150,000، وفي نفس الوقت محتاج تأمين
للجزئيه دي. تمام. يعني انا بديله التمويل او بجيب الزراع التمويل المتناهي الصغر معايا، عشان كده احنا عاملين برضو شركات تمويل تاجير تمويلي مع بنك مصر ومع صندوق تحيا مصر، ودول يعني عملاقين كبار داخل سوق مصر. فانا بلاقي زراعه عندي اقدر اخش امول تمويل متناهي الصغر لمبالغ بسيطه 20000 40000 100000 وحاجه زي كده، بنحط لها شرائح معينه، وفي نفس الوقت بروح مامن على المشروع بتاعه. يبقى انا عندي المبلغ الموجود اهو ومامن على الاله اللي اشتغلتها او الماشيه او مجموعه الحزم الانتاجيه المحدوده زي مثلا قش الرز وخلافه والحاجات زي كده. الحاجات دي بتبقى بالنسبه لنا مهمه ليه؟ لان بتحول القريه وبتحول الافراد والاسر الموجوده داخل القرى الى اسر منتجه. وهي في مصر حتى كمان في المنطقه الحضريه في سيدات بيوت كتير دلوقتي بداوا يعملوا اكل ويبيعوه. صحيح. من زمان يعني بقى لهم اكتر من 5 سنين وسيدات مشهورات يعني بالاكل الفاخر وحاجات كويسه دي. فدي اسر منتجه، يعني مهم قوي تبقى الاسر منتجه. صحيح. مش لازم تكون بس الاسره مثلا محدوده الدخل، لا، في اسر غنيه منتجه بتنتج حاجات وبتعمل لوح رسومات وبتبيعها وبتعمل مثلا ملابس وبيعها عايزه كده. دي دلوقتي الحته ان هي كل الاسر المنتجه دي عامل مهم جدا داخل السوق المصري، لان الدخل الثابت برضو كمرتب ووظيفه وحاجه كده ما بقتش هي العامل المتحكم في تخطيط النفقات. يبقى في مثلا حد بيشتغل ايوه كدخل ثابت، لكن في حد بينتج برضو انتاج تاني بيكفي او بيغطي احتياجات الاسره بشكل او باخر. فده الهدف يعني لاختراق الجزئيه الخاصه، اولا بخفض نسب البطاله على بقدر الامكان، نمره 2 ما يجيش بقى كل الناس يهاجروا من القرى يجوا للطريقه الحضريه والمدن هنا وتبقى العمليه كلها مقفوله كده ومفيش فرص لكل الناس دي، وبالتالي هم بيبقوا هم بذاتهم منتجين لاستهلاكهم الخاص ومنتجين للاخرين كمان.